اذا رأت المرأة انها ترتدي نعال سوري مثلا بكعب عالي فهو هيكون صاحب منصب مرموق وهيكون شخص ذكي جدا وانيق وبيهتم بالتفاصيل كل شيء ليه معنى مفيش حاجة اسمها ليس لها دلالة معانا كريمة اهلا وسهلا يا كريمة كريمة أهلاً اوقفى في مكان في شبكه بعد اذنك يا حبيبي معلش أوف في مكان في شبكه عشان نقدر نسمعك الصوت غير واضح شكرا يا كريمه حاولي اتصال بينا تاني يا حبيبي تمام فبيفرق جدا طب لو شخص يعني الكعب فلات او غيره بيبقى شخص عادي شخص تقليدي انسان عادي مش بيتصل مش واصل لدرجه ان هو داخل في تفاصيله بيركز على التفاصيل والحاجات المهمه الشخصيه بتبقى شخصيه تقليديه نوعا ما زي نقول كده موظفين الحكومه يعني مش هيكون شخص هيحدث شيء مختلف في حياتك طب لو اللون اسود يا ده يبقى شخصيه واو فظيعه مختلفه تماما يعني ربنا يرزق بناتنا جميعا الستر والسعاده في حياتهم يا رب بعدين لما اشوف طب لو شفت بوت لابس بوت يبقى شخص متعالي. طب مش ممكن الكعب ده يكون معناه شخص أغنى أو شخص أكبر في السن قد يكون بعض الشيء ولكن ليس دائما دائما التفاصيل دي كل حلم حسب سياقه يعني أنت لما بتقولي للسياق ممكن الكعب هنا يعني سنه كبير والكعب هنا يعني غني والكعب هنا يعني شخص متعالي وأحيانا من شكل الحذاء يتحدد الشخصية دي إذا كانت نرجسية أو عطوفة ولا شخص قريب منك ولا لأ ده